لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السابقة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم، كقوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس، والنبي يمر معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام، ثم ذكر أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي. والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه. وخرج رسولهم من بين أظهرهم، فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم، وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم، فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. اختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي، أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط، على قولين: أحدهما إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية، والقول الثاني فيهما في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وأيضا هذه الآية فيها لما آمنوا فأثبت لهم الإيمان. وقال: فلولا كانت قرية فنفعها إيمانها لم يقع ذلك إلا قوم يونس. وقال
قال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عدوا إلى الله 40 ليلة فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف. وكان ابن مسعود يقرأها: فهلا كانت قرية آمنت. وقال أبو عمران عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم، فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به لعل الله يكشف عنا العذاب. فقال: قولوا يا حي حين لا حي، يا محي الموتى لا إله إلا أنت. قال: فكشف عنهم العذاب. طبعا أثر ليس ثابتة، قال تمام القصة سيأتي مفصلا في سورة والصافات إن شاء الله. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكر فهلا كانت قرية آمنت، وهي كذلك فيما ذكر في قراءة أبي، يعني أبي وابن مسعود كلاهما منقول عنه ومعنى الكلام. فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب ونزول سخط الله بها بعصيانها ربها واستحقاقها عقابه، فنفعها إيمانها ذلك في ذلك الوقت، كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق بعد تماديه في غيه واستحقاقه سخط الله بمعصيته، إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب، بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم. فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بساحتهم، وأخرجهم منهم وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة بين سائر الأمم غيرهم. هذا ليس بظاهر، لأن الأصل بقاء الآية على العموم، والله عز وجل لم يقص علينا في كتابه أنه نزل بهم العذاب بالفعل وأنهم رأوا بأسه، وإنما هي أخبار إسرائيلية. والإيمان الذي دعا إليه القرآن هو إيمان قبل نزول العذاب، ولذا قال: فلولا كانت قرية، أي هلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يدعوهم إلى أن يؤمنوا عند نزول العذاب. يقول: لم يقع ذلك إلا قوم يونس. هلا فيه نوع من الدعاء أن تؤمن القرى قبل أن ينزل العذاب، يمكن أن تكون مقدماته، لكن قد قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. إذن هي سنة. الظاهر والله أعلى وأعلم أنهم آمنوا بعد أن غضب نبيهم وأنذرهم العذاب فخافوا فآمنوا وتابوا، فلما علم الله منهم صدق التوبة قبل توبتهم. قال: فأرسلناه، إعادة إرسال، إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فأين في كتاب الله عز وجل أنه قد عاينوا العذاب؟ هذا لم يرد أنه عند معاينته العذاب، فإنما أن كما قال ابن كثير، هذا أوجه وأقوى، أنه لم تؤمن قرية بكمالها إلا قوم يونس، هذا الذي ذكره
هو الصحيح في هذا. الأمم الأخرى إما أن يؤمن رجل أو رجلان أو قليل، الرهط أو الفئام. المقصود أن القلة هي التي آمنت، إلا قوم يونس 100,000 بل يزيدون آمنوا أجمعين، فمتعهم الله عز وجل في الحياة الدنيا بدلا من العذاب، وكتب لهم النجاة عند، لأن الإيمان منجم. فإن قال قائل، قال فإن قال قائل، فإن كان الأمر على ما وصفت من أن قوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعه إيمانها، بمعنى فما كانت قرية آمنت بمعنى الجحود، فكيف نصب قوما؟ وقد علمت أن ما قيل أن ما قبل الاستثناء إذا كان جحدا كان ما بعده مرفوعا، وأن الصحيح من كلام العرب ما قام أحد إلا أخوك، وما خرج أحد إلا أبوك. قيل إن ذلك إنما يكون كذلك إذا كان ما بعد الاستثناء من جنس ما قبله، وذلك أن الأخ من جنس أحد وكذلك الأب، ولكن لو اختلف الجنسان حتى ما يكون ما بعد الاستثناء من غير جنسه، من غير جنس ما قبله، كان الفصيح من كلامهم النصب. وذلك لو قلت ما بقي في الدار أحد إلا الوتد، وما عندنا أحد إلا كلبا أو حمارا، لأن الكلب الوتد والحمار من غير جنس أحد. فكذلك نصب قوم يونس لأنهم أمة غير الأمم التي الذين استثنوا منهم من غير جنسهم وشكلهم وإن كانوا من بني آدم. وهذا الاستثناء الذي يسميه بعض أهل العربية الاستثناء المنقطع. ولما كان قوم يونس بعض الأمة الذين استثنوا منهم كان الكلام رفعا، ولو كان قوم يونس بعض الأمة الذين استثنوا منهم كان الكلام رفعا، ولكنهم كما وصفت. عن عطاء الخرساني عن ابن عباس قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يقول لم تكن قرية آمنت فنفعها الإيمان إذا نزل بهم بأس الله إلا قرية يونس. لكن يكون استثناء منقطع يؤكد أن قوم يونس مختلفين، ليسوا من القرى التي آمنت حين نزل بها عذاب الله، فكلهم يؤمنون. لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. إذن كل الأمم، فلو كانت استثنيت وهي منهم من الأمم الذين رأوا عذاب الله لما صح النصب، لكن الظاهر أنهم استثنوا، ليسوا منهم، استثنوا لأنهم آمنوا بكاملهم. قال مجاهد فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها كما نفع قوم يونس إيمانهم إلا قوم يونس. عن قتادة قال لم يكن هذا في الأمم قبلهم، لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة. هذا هو الفرق، لما ظنوا أن العذاب قد دنا منهم، وليس أنهم رأوا العذاب، ليس أنهم عاينوا العذاب، حتى يتوافق ذلك مع الآية الكريمة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. قال قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وألهوا بين كل بهيمة، ألهوا
بين كل بهيمة ولدها يعني فرقوا، ثم عدوا إلى الله 40 ليلة، فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال: وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. عن قتادة: إلا قوم يونس، قال: بلغنا أنه خرجوا فنزلوا على تل وفرقوا بين كل بهيمة وولدها يدعون الله 40 ليلة حتى تاب عليهم. عن سعيد ابن جبير قال: غشي قوم يونس العذاب كما يغشى الثوب القبر. عن ابن عباس: إن العذاب كان هبط على قوم يونس حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر 2/3 ميل، فلما دعوا كشف الله عنهم. هذا دليل على أنه يعني لم ينزل بهم وإنما اقترب منهم، الله أعلم. فرعون متى آمن؟ عندما نزل العذاب، بدأ القوم في الغرق وهو لم يؤمن حتى أدركه الغرق، وإلا فالعذاب قد بدأ بالفعل عند ارتطام البحر وظل ينازع الأمواج. وكذلك يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الأقوام إنما آمنوا عندما رأوا البأس بالفعل، أما هذا فلم يروه. احنا عارفين العذاب شكله ايه، هو في عذاب صيحة. يقول: عن مجاهد: فلولا كانت قرية أمانة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما أمنوا قال: كما نفع قوم يونس. زاد أبو حذيفة في حديثه قال: لم تكن قرية أمنت حين رأت العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونس متعناهم. عن الربيع بن أنس قال: حدثنا رجل قد قرأ القرآن في صدره في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدث عن قوم يونس حين أنذر قومه فكذبوه فأخبرهم أن العذاب يصيبهم ففارقهم، فلما رأوا ذلك وغشيهم العذاب لكنهم خرجوا. خرجوا من مساكنهم وصعدوا في مكان رفيع، وأنهم جأروا إلى الله ودعوه مخلصين له الدين أن يكشف عنهم العذاب وأن يرجع إليهم رسولهم. قال: ففي ذلك أنزل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، فلم تكن قرية غشيها العذاب ثم أمسك عنها إلا قوم يونس خاصة، فلما رأى ذلك يونس لكنه ذهب عاتبا على ربه وانطلق مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها عاصف الريح، فذكر قصة يونس وخبره. الصحيح أن يونس إنما كان مغاضبا لقومه عاتبا عليهم، وإنما عوتب يونس لأنه خرج دون أن يستأذن. عن ابن أبي نجيح قال: لما رأوا العذاب ينزل فرقوا بين كل أنثى وولدها من الناس والأنعام، ثم قاموا جميعا فدعوا الله وأخلصوا إيمانهم فرأوا العذاب يكشف عنهم. قال يونس حين كشف عنهم العذاب: أرجع إليهم وقد كذبتهم. وكان يونس قد وعده العذاب بصبح ثالثة، فعند ذلك خرج مغضبا وساء ظنه. كلام حجيب جدا. استغفر الله. كأنه تمنى أن ينزل بهم العذاب، هذا ليس بصحيح ولا في آية من كتاب الله ولا في سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبير لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم عليه، قال فدعاهم فأبوا، فقيل له أخبرهم أن العذاب مصبحهم، فقالوا إنا لم نجرب عليه كذبا، فانظروا فإن بات فيكم فليس بشيء، وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم. فلما كان في جوف الليل أخذ مخلاته فتزود فيها شيئا ثم خرج، فلما أصبحوا تغشاهم العذاب كما تغشى الإنسان الثوب في القبر، ففرقوا بين الإنسان وولده وبين البهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله فقالوا آمنا بما جاء به يونس وصدقنا، فكشف الله عنهم العذاب، فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير شيئا، قال جربوا علي كذبا، فذهب مغاضبا لربه حتى أتى البحر. هذه من الآثار الإسرائيلية وفي تفسير القرآن، وذنوني إذا موضع يعني أقوال منسوبة أو أخذت عن أهل الكتاب لا يصح أن تنسب إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمحققون من المفسرين ذكروا أن المغضبة كانت لقومه غيظا منهم على عدم الإيمان. عن عمرو بن ميمون قال حدثنا ابن مسعود في بيت المال قال إن يونس عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 3 أيام، ففرقوا بين كل والدة وولدها، ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه فكف الله عنه العذاب، وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير شيئا، وكان من كذب ولم تكن له بينة قتل، فانطلق مغاضبا. ظاهر القرآن أن يونس لما أرسل إليهم آمنوا، إذن كانوا هم يعني لم يطيعوا نبيهم ولم يؤمنوا به، اقترب منهم العذاب، كان يونس قد رحل عنهم وانصرف عنهم فوقع له ما وقع في البحر، وكانوا هم قد تابوا إلى الله عز وجل لما اقترب منهم العذاب، فدعوا الله عز وجل فكشف الله عنهم، فأعاده الله بعد أن لفظه الحوت إليهم، فحققوا الإيمان، آمنوا أطاعوا نفذوا الإيمان التزموا بحقائق الإيمان، فكانت قرية آمنت فمتعهم الله. عن أبي الجلد جيلان قال لما غشى قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا له إنه قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال قولوا يا حي حين لا حي، ويا حي محيي الموتى، ويا حي لا إله إلا أنت، فكشف عنهم العذاب ومتعوا إلى حين. عن معمر قال بلغني في حرف ابن مسعود فلولا يقول فهلا، لما وقوله لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يقول لما صدقوا رسولهم وأقروا بما جاءهم به بعدما أضلهم العذاب وغشيهم أمر الله ونزل بهم البلاء، كشفنا عنهم عذاب الهوان والذل في حياتهم الدنيا ومتعناهم إلى حين، يقول أخرنا في آجالهم ولم نعاجلهم بالعقوبة، وتركناهم في الدنيا يستمتعون بآجالهم إلى حين مماتهم ووقت فناء أعمالهم التي قضيت، أعمالهم التي قضيت فناءها. في هذه الآية الكريمة وما شابهها من الآيات مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبير له بأن أكثر الأمم لم تؤمن حين جاءها نبيها، والداعي إلى الله عز وجل يواجه إعراض الناس عن دعوته في فترات
في من فترات دعوته وفي أحوال من أحوال دعوته، فيصيبه ذلك بالألم واليأس، وربما يعني يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك. والله سبحانه وتعالى قص علينا ما تتصبر به النفوس ويكون أسوة لأولياء الله عز وجل الدعاة إلى الله في كل زمان، أن عامة الأمم كذبت أنبياءها ورسلها ولم يؤمن منهم إلا القليل، كما قال عن نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل. يعني نقول أن هذا يجعل الدعاة إلى الله والعاملين لنصرة دينه والمجاهدين يثبتون على الحق وينصرون الدين ويبذلون جهدهم غير ملتفتين إلى إعراض الناس عن حقيقة الإيمان، لا دخل لهم بذلك. هو عز وجل الذي يقلب القلوب، هو سبحانه وتعالى الذي يصرف قلوب الناس إلى الإيمان، يمكن أن يجعلهم جميعا يؤمنون. فقوم يونس آمنوا عن آخرهم، كلهم آمنوا، 100,000 أو يزيدون آمنوا فمتعناهم إلى حين. هذا أمر عظيم في تقليب قلوب الخلق. ليس عليك هداهم، ليس علينا أن يهتدي الناس، الله يبتلينا لينظر كيف نفعل. يقبل الناس على الحق أو يعرض عنه من فعله سبحانه وتعالى. إقبال الناس وإعراضهم والأخذ بنواصيهم، كل ذلك من أفعاله عز وجل. ليس الناس يملكون ذلك، قلوب العباد بين أصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. كما ذكرنا لما ذكر الله الإيمان كشف الله عنهم العذاب الذي أضلهم، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالإيمان يحصل به النفع الدنيوي والأخروي والاستمتاع بالحياة والتلذذ بها في الدنيا والبرزخ والآخرة. أعظم نعمة ينعم الله بها على عبد أن يوفقه للإيمان فيسعد في دنياه وأخرى. نسأل الله أن يتوفنا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.